واحتفالات أبناء البحر الأحمر والوافدين بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد الشواطئ والفنادق نسب إشغال تخطت 100%، وتوافد 100 الزائرين على شواطئ مدينة الغردقة، فضلا على إقبال الزوار من المحافظات الأخرى على رحلات السفاري البحرية. كما وصلت نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة إلى 90% في معظم الفنادق نظرا لزيادة السياحة الداخلية. طبعا عندنا نسبة إشغال 96%، عندنا طبعا أكثر من 21 جنسية موجودة بالأوتيل. طبعا تاني جنسية موجودة عندنا النهاردة المصريين. طبعا احنا بنقدم لهم خدمات مميزة، طبعا من خلال البوفيه بيبقى مميز، بيبقى فيه أكلات شرقية، نقدم برضو برامج ترفيه ممتازة متنوعة للأطفال والكبار، وبنعمل حاجة مختلفة برضو للجيست عندنا في فترة العيد، بنعمل حاجة اسمها بيتش فيستيفال لكل الجيست، علشان بيبقى يتعمل له جازرين كله على البيتش، عشان دي بتبقى حاجة فيها فقرات مميزة للجيست، وبيبقى فيها فقرات برضو متنوعة خلال البيتش فيستيفال. بنعمل فقرات ما بين البيتش اريا والسويمينج بول علشان نبقى كفرج كل الاوتيل، كل الناس كل اللي بيبقى موجود في اريا معينه لازم يكون قاعد ومبسوط ومستمتع بالاقامه بتاعته.